السلام عليكم طلاب الصف السادس من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. في الحصة الماضية يا سادس شرحنا قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة جمع المؤنث السالم. اليوم سنقوم بحل تدريبات القاعدة في الكتاب. تابع معي. التدريب الأول: استخرج مما يأتي جمع المؤنث السالم، ثم رد كل منها إلى مفرده واكتبها في دفترك. إذن يريد مني أن أستخرج جمع المؤنث السالم ثم أرد هذا الجمع إلى مفرده. كانت ساحة المدرسة تعج بالطالبات والمعلمات استعداداً لحفلة توزيع الشهادات، وقد أشرفت رائدة المرشدات على تنظيم الحفل. ما رأيكم؟ أين جمع المؤنث السالم في هذه الفقرة؟ تفضلي يا سلمى. ممتازة الطالبات، أحسنتي. كانت الطالبة رائعة وأصبحت الطالبات، فإذا الطالبات مفردها طالبة، أحسنتي. من يكمل الاستخراج؟ تفضل راشد. ممتاز المعلمات، ما مفردها؟ أحسنت، رائع. المعلمات مفردها معلمة، أحسنت. من يكمل؟ تفضل حسام. أحسنت الشهادات، رائع. ما مفردها؟ ممتاز الشهادات مفردها شهادة، أحسنت. من يكمل؟ تفضلي هبة. ممتازة المرشدات، ما مفردها؟ أحسنتي، المرشدات مفردها مرشدة، أحسنتم يا سادس. ننتقل للسؤال الثاني: املأ الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة من الجموع الآتية. هناك كلمات وأريد أن أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. الكلمات: الأخوات الحسنات. تفضل يا محمد. ممتاز أيتها؟ أحسنت الأخوات، أيتها الأخوات. من يكمل؟ تفضلي ميرا. ممتازة إن الكلمات اللطيفة، أحسنت. إذن الكلمات تؤثر في القلوب قبل تأثيرها في العقول. من يكمل؟ تفضلي مرح. ممتازة وقد تكون سببا في كثير من، أحسنت، الحسنات. إذن ملأنا الفراغ، الأخوات، الكلمات والحسنات. السؤال الثالث: اجمع الكلمات الآتية جمع مؤنث سالما ثم ضعها في جمل مفيدة من إنشائك. إذن يجب أن أجمع الكلمة ثم أضعها في جملة. الحجرة، المنعطف، الراية، الوردة، المنحدر، الساعة، الوزيرة. من يبدأ بالحجرة؟ من يجمعها؟ تفضل أحمد. ممتاز الحجرة جمعها الحجرات، أحسنت. والجملة: الحجرات كبيرة جدا، ومعنى الحجرة أي الغرفة، أحسنتم. إذن الحجرة الحجرات. من يجمع لنا المنعطف؟ تفضلي ليلى. ممتازة المنعطف جمعها المنعطفات. والجملة أحسنتي: الحياة مليئة بالمنعطفات الصعبة، أحسنتي. من يجمع لنا كلمة الراية؟ تفضل يا أمين. ممتاز الراية جمعها الرايات. والجملة أحسنت: ترتفع الرايات في السماء، أحسنت. من يكمل؟ رائعين. الوردة جمعها الوردات. والجملة يا أحمد؟ ممتاز زرع المزارع الوردات الملونة. من يكمل؟ من يجمع المنحدر؟ تفضلي ميرا. ممتازة المنحدر جمعها المنحدرات. والجملة أحسنتي: احذري المنحدرات الخطيرة، أحسنتي.
من يجمع لنا الساعة؟ تفضل يحيى. ممتاز، الساعة جمعها الساعات. أحسنت، تشتهر سويسرا بصناعة الساعات. والكلمة الأخيرة الوزيرة. تفضل محمد. ممتاز، الوزيرة جمعها الوزيرات. أحسنت، يحتوي مجلس الوزراء على عدد من الوزيرات. أحسنتم، لاحظوا أننا وظفناها في جمل متنوعة، إما مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة. وهكذا يا سادس نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. لا تنسى نقل الإجابات على دفترك بخط مرتب، ونلتقي في حصة قادمة. إلى اللقاء.